السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبنائنا بناتنا الأعزاء طلاب الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج مدرسة على الهواء ومادة الجيولوجيا والعلوم البيئية. يشرفنا في هذه الحلقة أن يتواجد معنا مستر هشام درويش، خبير مادة الجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم. منورنا دايما يا مستر هشام. الله يباركك يا محمد، بشكرك جدا على المقدمة الجميلة دي، وطبعا بشكر ولادنا كلهم على اهتمامهم ومتابعتهم للحلقات بتاعتنا، ربنا يكرمهم. شايف المتابعة بسم الله ما شاء الله جميلة جدا جدا، والأسئلة بتاعتهم أجمل وأجمل وأجمل، وربنا يكرمنا يا رب ونقدر إيه يوفقنا إن إحنا نتابعهم دايما. طبعا من الحاجات المهمة جدا، بصوا ما تقلقوش، إحنا ماشيين بالمعدل المظبوط في الوقت. يعني احنا اذا كنا مثلا في الباب الخامس في الانهار دلوقتي، فاحنا ماشيين في الخطة ممتاز جدا جدا جدا، ما تقلقوش خالص. يمكن في بعضكم بيبقى اسرع شوية مننا فبيذاكر متقدما كده او كلام ده دوت، او في اماكن معينة بتحصل على المعلومة، بس احنا ماشيين تمام قوي، وان شاء الله ان شاء الله هنكون مخلصين الجيولوجيا قبل نهاية الشهر، ربنا يكرمكم. بس يا ريت ايه، يا ريت نذاكر نتابع. عاوز الامتحان التجربة ده، انا عاوز اشوف بقى ايه اذا كنا احنا شغالين حلو ولا لأ، هيبان من شغلكم الجميل ان شاء الله بإذن الرحمن. ايه يا رب يا رب، ربنا يوفقنا جميعا ونحرص على امتحان التجربة دوت بإذن الله، لانه هيكون ايه بداية جميلة جدا جدا لنا كلنا، نقيم فيها نفسنا ونبدأ ان شاء الله نشتغل. شكرا جدا. بأكد معاكم برضو ابنائنا بناتنا الاعزاء، مفيش حاجة تشدك لتحت، اي حاجة تدفعك وتزود مذاكرتك خليك معاها، مفيش حاجة تحبطك ابدا. انت مطلوب منك هدف، لازم تحقق الهدف دوت. انت عايز تخش كلية، اهلك عايزينك كده ويشوفوك في احلى صورة، لازم تبقى داخل البرواز اللي انت عايزه دوت. اي حاجة تساعدك اللي انت توصل لهدفك اعملها، اي حاجة تبعدك عن هدفك يقول لك لا الدنيا هتبقى مش عارف ايه، ولا فيها صعوبة ايه، ولا الدنيا الامتحانات مش عارفين اسئلتها ايه، ولا الكلام ده، سيبك من الكلام ده كله. ركز بس الوقت مع مذاكرتك، ركز مع تحقيق حلمك، ركز مع الحل الكتير. والحل بحكم على السؤال اذا كان سؤال كويس ولا لا، اذا كانت اجابته داخل المحتوى الدراسي الموجود داخل كتاب المدرسة. زي ما احنا بنشوف في حلقاتنا مع بعض، احنا بنجيب اسئلة كل المستويات، في منها اللي بيقيس الفهم، في منها اللي بيقيس التطبيق، في منها اللي بيقيس التحليل. ما جبناش سؤال خارج المحتوى الدراسي بتاعنا، هو ده نظام امتحانك ان شاء الله اللي بنساعدك اللي انت توصله. نرجع لأسئلة لقائنا الماضي مع مستر هشام، وتعالوا نراجع كده على بعض الأسئلة ونشوف برضو إجاباتكم كانت معاها عاملة إزاي. مستر هشام، السؤال الأولاني في لقائنا الماضي من أسئلة اللقاء الماضي بيقول لي، السؤال اللي قدامنا ده كده كان جايب لي بيوضح الشكل المقابل مجرى النهر، أي مناطق النهر يمكن أن يمر بها القطاع التالي، وجايب لي قطاع بالشكل ده كده. هنا المنطقة دي عميقة يا مستر هشام، تمام، والحتة ديت هنا فيها فتات اهوت مترصب بالشكل ده كده وقليلة العمق، تمام، ومديني المنطقة A، منطقة B، المنطقة C بالشكل ده كده، تمام. احكم على اجابة سؤال زي كده ازاي، واوصل ليها ازاي يا مستر رشيد؟ تمام، الله يفتح عليك. بص يا استاذ محمد، احنا اتفقنا في الحصة في الحلقة اللي فاتت ان لما بنيجي ايه اي انحناء بيبقى الانحناء الخارجي بيحصل فيه نحت، زيادة في النحت، الجزء الخارجي ده كده، الله يفتح عليك، المنحنى ده بيبقى فيه نحت اكتر، فبالتالي ايه بيبقى التيار سريع، سوري التيار سريع، فالنحت اكتر. الجنب الناحيه الناحيه الثانيه من ايه مثلا دوت بيبقى الجانب الداخلي بيبقى التيار بطيء، فبالتالي يحصل فيها ترسيب نوعا ما، تمام. نفس الكلام ناخدها في اي قاعده في اي منطقه. طيب تعال نشوف بقى المنطقه ايه دي تحقق فيها الكلام ده، يبقى الشكل ده كده بيتحقق على المنطقه ايه ولا لا يا مستر هشام؟ تماما، يتحقق على المنطقه ايه. تعال بقى المنطقة دي يا مستر هشام منطقة بعيدة عن الانحدار شوية، هي في المجرى، في جزء مستقيم لمجرى النهر بالشكل ده، المفروض النهر هيكون مستوي، يعني سواء النحت هنا او الترسيب هنا او 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 هتبقى مستوية، فما يتحققش الشرط ده فيها خالص خالص خالص. فلغاية دلوقتي في الشكل، في تحليل الشكل، هو ايه هي الاقرب دلوقتي نشوف. طيب ايه الشكل سي سي برضه نفس العملية يا استاذ محمد، ما فيهاش ايه نفس الانحناء اللي يعني في عند الانحناء الخارجي عشان يحصل فيها نحت جامد، فبرضه نفس الكلام سي هتبقى العمليه ايه متوسطه ما بين ده وده. فنيجي نشوف الاختيارات، يعني كده بالنسبه لي انا شايف ان ايه هي اللي تحقق فيها الشكل ايه. فالمنطقه A و B لا، اجابه خطا لان B مش عندي.
منطقة بي وسي طبعا خطأ تماما، لان بي ايه مش عندي. المنطقة ايه فقط طبعا ايه ديت علمنا عليها قلنا احتمال كبير قوي. المنطقة بي فقط، بي اصلا غلط خالص، فيبقى الاختيار بتاعي جي. يبقى الاجابة جيم اللي هي المنطقة ايه فقط لا غير. تمام، نرجع كده للسؤال اللي جاي، بيقول لي ادرس الرسومات البيانية التالية لبعض مجاري الانهار ومديني درجة رطوبة المنطقة وعمق اخدود النهر. تمام، بيقول لي كده اي الانهار التالية يمكن ان يعبر عن مجرى نهر كولورادو. طب نتفق برضو نهر كولورادو، انا عارف فاكر ان نهر كولورادو كان عميق قوي 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 قوي، حاجة تانية لان بيحفر اخدود عميق في النهر، والمناخ بتاعه جاف، المناخ بتاعه اسمه محمد جاف. فتعال نشوف مثلا في الكيرف بتاع ايه الاختيار. ا يا مستر هشام درجه الرطوبه عاليه قوي، يبقى طبعا لكن عمق الاخدود مفيش قليل، يبقى استبعدها تماما تماما. طيب في الشكل ب بيقول لي درجه الرطوبه منخفضه قوي، يعني درجه الرطوبه منخفضه قوي تمام، لكن عمق الاخدود كبير جدا. تمام، يبقى بالتالي احتمال البيه ديت هنخليها الحرف ب دوت، هو ده اللي هنخليه معانا دلوقتي لان تنطبق عليه الشرط. في الجزئية جيم درجة الرطوبة عالية. تمام، يعني عالية اعلى درجة رطوبة واعلى عمق. لا طبعا برضو ما يتحققش الشرط دوت. طيب بعد كده بيقول لي هنا درجة رطوبة عالية لكن عمق متوسط. طبعا برضو نفس الكلام، يبقى الاجابة اللي عندي بها استاذ محمد هي الاجابة الصواب. السؤال الثالث عندي بيقول لي اي مناطق مجرى النهر الحالي بيزداد فيها معدل العمل الهدمي. ومديني المناطق بالشكل ده كده. العمل الهدمي هيبقى في انهي جزء يا مستر هشام؟ تمام، بص يا استاذ محمد لازم نفهم، ابنائي يفهموا ان الانحناء الخارجي بيزداد فيه سرعه التيار، يبقى يزداد فيه عمل هدمي او يزداد فيه النحت اكتر. الانحناء الخارجي دايما دايما اي انحناء خارجي في اي حته في النهر يبقى دوت هتزداد فيه سرعه التيار، وبالتالي هيزداد فيه النحت، يبقى يزداد فيه العمل الهدمي. فشوف بقى اي انحناء خارجي ده هنعدي عليه. انا شايف ان بي انحناء خارجي الحرف دي دوت مظبوط يا محمد؟ ايوه الحرف دي تمام. وبعد كده هنا اف الله يفتح عليك، اللي انت عامل عليهم بالعلامه الحمراء دولت انحناء خارجي، في كلهم فيهم نحت جامد جدا جدا. طبعا الاختيار اللي قال لي كده الاجابه ج اللي هي المنطقه بي، ودي واقف واقف الله يفتح عليك. السؤال اللي بعد كده بيقول لي، كان بيقول لي اي مما يلي يحدث مباشره بعد هطول امطار غزيره. اي مما يلي يحدث مباشره بعد هطول امطار غزيره على منابع النهر. تمام، مديني زيادة التواء مجرى النهر. تمام، ولا زيادة كمية حمولة النهر. تمام، ولا نقص كمية مياه النهر، ولا نقص عمق مجرى النهر. الله يفتح عليك يا استاذ محمد. دلوقتي امطار غزيرة، فامطار نزلت، فالامطار ديت هتبدأ تنحت في المجرى بتاعها وتاخد بتاعها، فالمطر لما ينزل يا اما هيزود كمية المية، يا اما المية والمشي عامة هتزود ايه، هتنحت فتاخد هتزود الحمولة بتاعتها. فعلا نمرة ألف زيادة التواء، أنا مالي ومال التواء، مالهوش علاقة بالأمطار الغزيرة دي في مرحلة النضوج. طب زيادة كمية حمولة النهر دي احتمال كبير قوي يا أستاذ محمد، الحمولة هتزيد لأنها هينحت جامد جدا جدا في المجرى بتاعه في المنبع بتاعه. نقص كمية، لا ده المية هتزيد، أنت بتقول لي هطول أمطار غزيرة، يبقى أكيد مش هتنقص المية، دي هتزيد المية جامد جدا جدا. نقص عمق المجرى، عمق المجرى مش ده مش تبع أساسي يعني إيه للموضوع، يبقى الإجابة عندي إيه نمرة 2 ب. الإجابة ب زيادة حمولة مجرى النهر. ولو مش كاتب زيادة حمولة مجرى النهر، زيادة ممكن سرعة المية، زيادة النحت، كل ده ممكن يكون إجابات واردة. وهنقولها دلوقتي في مراحل النهر أنا بنتكلم فيها بالتفصيل يا استاذ محمد، الله يفتح عليك. نرجع بعد كده بيقول لي ما سبب حدوث الظاهرة الجيولوجية المقابلة في الصخور التالية. مديني مجرى نهر بالشكل ده كده يا مستر هشام، وحضرتك شايف الحمولة بتاعته، المية لونها متغير والحمل بتاعها باين جدا كتير. نشوف الصورة من البداية وباين جدا ان هنا في منطقة ديت صخرية النهر ده ماشي فيها. المنطقة دي بتعبر عن مين يا مستر هشام لما اشوفها من بدايتها لنهايتها؟ بص يا استاذ محمد، اللي هيفرق معايا اول لقطة عند حضرتك ان شايف النهر ده عميق قوي، الجزئية دي كده عميق، فعامل اخدود عميق. انا الكلمة دي يعني اللي بيعمل اخدود عميق يبقى ايه، اكيد امطار غزيرة في مناخ جاف، لو نهر في مناخ جاف، ودي اخدت لها مثال نهر كولورادو، بس المهم ايه، امطار غزيرة في منطقة جافة، مناخ جاف، المناخ الجاف بيبقى النهر قوي شديد فبينحت في مجراه وبيعمق مجراه. تعال نشوف بقى الحاجات اللي الاختيارات. هل عمل هدم النهر في منطقة رطبة؟ لا طبعا قلنا مش رطبة، لازم تكون جافة. يمكن نحت هنا صخور اهيت، وصخور كلها صخور صلبة
مر فيها مجرى النهر وشايفين الحموله بتاعته كتيره ازاي. الله هنا طبعا الف دي ما تنفعش، عمل هدم النهر في منطقه جافه احتمال كبير قوي هنخليها معانا، عمل بناء النهر في منطقه رطبه طبعا سرعه الميه هنا مصر شين هل توحي العمل بناء؟ لا يا محمد عماله تنحت وتشيل الرواسب دي، شايله الرواسب وماشيه بيها خالص خالص. ده عمل بناء النهر في منطقه جافه برضه، بناء دي لازم تشطب من اول خالص. يبقى عندي ايه؟ يبقى الاختيار عندي ب هو الاجابه الصواب، وهي دي الايه اللي هنختارها ان شاء الله. طبعا ابنائنا اللي شاركوا معانا بسم الله ما شاء الله النهارده في عدد كبير من الاجابات اللي هي تشرف، وكلهم بسم الله ما شاء الله يعني ان شاء الله نشوفهم كلهم يحققوا حلمهم. شايفين كل المجموعه دي كده اجابت اجابات صائبه معانا، ربنا يكرمهم يا رب وكله يحقق حلمه. بنشكرهم طبعا وبيشرفنا مشاركه الباقي طبعا ان شاء الله. يعني لو حد عنده اجابه خطا ولا حاجه ان شاء الله يتداركها في المرات القادمه ان شاء الله. نرجع مصر هشام، احنا لحد دلوقتي في جزئيه عمل الانهار الجيولوجي وتاثيرها على سطح الارض. اتكلمنا المره اللي فاتت عن العمل الهدمي، قلنا بسرعه كده يتوقف عمل الانهار الهدمي على اربع عوامل مختلفه، قلنا شحنه النهر وشده التيار، قلنا لو جينا شفنا اختلاف درجه الصخور درجه صلابه الصخور وشفنا اختلاف درجه الصلابه في القاع ازاي كون شلالات قبل كده، وشفنا اختلاف درجه الصخور اختلاف درجه صلابه الصخور على جانبي النهر كون التواءات وتعريج وكون بحيرات قوسيه. شفنا كمان مناخ المنطقه ازاي المناخ الجاف خلى النهر يكون اخدود زي اخدود نهر كولورادو، والمناخ الرطب شفنا ازاي مجرى النهر ده زاد اتساعه. حضرتك يا مستر هشام ابتديت برضو جزئيه العامل اللي بيتوقف عليها عمل الانهار البنائي او الترسيبي، نراجعها مع حضرتك كده بسرعه ونشوف بعد كده امثله العمل البنائي للانهار. والله احنا قلنا محمد اللي ممكن العمل الترسيبي بيتوقف على ان طبعا بتقل سرعه التيار، ممكن تقل سرعه التيار بسبب حاجتين، سرعه التيار بتقل بسبب الاصطدام بعائق او بسبب قله الانحدار. لو انحدار كده لا بقى كده، فطبعا هيبقى الانحدار بسيط قوي 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 فيبدا النهر في الترسيب الحموله. طبعا برضو نفس الكلام لو اصطدم بعائق، فلما اصطدم بعائق بتقل ايه سرعه التيار. حاجه تانية التسرب المياه في المسام، عارف يا محمد لما يعني مثلا قله كميه الميه، لو الميه قلت في النهر فطبعا النهر لو الميه كتيره هتقدر تشيل حموله كتيره. طب لو الميه قلت لاي سبب عفوا الميه الرواسب هتترسب، ممكن تقل الميه بسبب ايه؟ التسرب في المسام، التبخر، الميه لما تتبخر شويه فهتقل كميتها برضه تقل كميه الميه فيرسب حمولته. اخر حاجه ان يصب النهر في مياه ساكنه، مياه بحيره ساكنه يصب النهر فيها طبعا ايه خلاص ساكنه هيرمي كل الحموله بتاعته. ربنا يكرمك يا صباح. نبتدي بقى ما امثله العمل البنائي للانهار يا مصر الشيب. تمام، اول حاجه هناخدها الشرفات النهريه. الشرفات النهريه، الشرفات النهريه لو ابنائي كده يبصوا معايا الشرفات النهريه، بص انا عندي نهر، دي بتحصل عند اختلاف منسوب المياه اثناء الفيضان. ادي النهر كده، انا مش هرسم القاع بتاعه، بس في ميه هنا، فالميه دي لو حصل فيضان هتيجي تعمل ايه؟ هتفيض كده فترسب رواسب هنا، في نفس الوقت النهر هيكون ايه؟ نحت شويه في القاع. احنا اتفقنا ان النهر اي نهر بينحت في القاع الميه دي هيحصل لها فيضان، هترسب هنا يا استاذ محمد، هينحت في القاع تاني، واخد بالك ازاي؟ هيحصل فيضان، الميه هترسب هنا، ادي منسوب الميه هنا. دلوقتي يا استاذ محمد دي بسميها شكل شرفات نهريه، شكل كانها بلكونات، شكل تراس، واخد بالك حضرتك ازاي؟ اسال حضرتك سؤال، مين اقدم شرفه في الشرفات اللي انا راسمها دولت؟ اول الشرفات تكونا هي الشرفه العليا، دايما اعلى الشرفات هي اقدمها، يبقى دي اقدم شرفه. طيب وديت بالنسبه للمجموعه اللي انا عاملها اقرب لمجرى النهر، وافتكر الكلام دوت، الاقرب لمجرى النهر هي الشرفه الاحدث عمرا. الله يفتح عليك. تمام، يبقى هنا عدي ابتدى عند اختلاف منسوب المياه اثناء الفيضان تتكون الشرفات النهريه، وتتميز بان الشرفات الاقدم هي ايه؟ الاعلى، ان الشرفات الاقدم هي ايه؟ الاعلى.
الله يفتح عليك يا اسماعيل. يبقى كده اسباب الشرفات الناريه مستر هشام، حضرتك بتشرح وضحت جزئيتين. احيانا كنت بتقول النهر بيزود سرعته، يعني ممكن ان هو يجدد من شبابه، ده كده عامل مهم جدا، تكرار تجديد شباب النهر يؤدي الى تكوين شرفات نهريه. انت بتحرق لي بقى كده درس. لا بس احنا الله يفتح عليك برضه مع حضرتك. في نفس الوقت في حاله ثانيه، تغير منسوب الماء وقت الفيضان. الله يكرمك، لان ناخد بالنا عشان ايه لما يكون في سؤال هيكون الله يفتح عليك زي ما قلت لي، وهنقولها بعد كده بالتفصيل كويس قوي، اللي هو اختلاف منسوب المياه اثناء الفيضان او تجديد شبابه، هنتكلم عليها بالتفصيل ربنا يبارك فيك. برضه بناكد مع حضرتك طبعا اشهر الشرفات النهريه اللي موجوده في مصر، اللي موجوده في صعيد مصر على جانبي نهر النيل، وفي نفس الوقت اللي موجوده في وادي اسمه وادي فيران في الطريق لسانت كاترين. طبعا وجود حاجه زي كده في وادي فيران تؤكد ان كان في هذه المنطقه انهار او فرع نهري قديم يمكن رصد هذه الشرفات النهريه من ملايين السنين. نرجع بقى كده مع حضرتك مره تانية، عايزين مثال اخر للعمل البنائي للانهار، هل في امثله اخرى مستر هشام؟ طبعا مثال مهم جدا 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 جدا، وده يعني ايه يعني مما لا شك فيه، سؤال او سؤالين في اخر السنه. لو عندي محمد بحر كده وبحر كده، وعندي نهر كده ونهر كده، واخد بالك؟ ده بحر وده نهر، بحر نهر، والله في احتمال عندي ان النهر يكون دلتا او النهر يمشي على طول ما يكونش دلتا. امتى بقى يكون دلتا؟ لو البحر يخلو من التيارات الشديدة هيكون دلتا. يبقى عند التقاء نهر مع بحر يخلو من التيارات الشديدة يا استاذ محمد تتكون دلتا. اما اذا كان البحر شديد التيارات الله يكرمك فلا تتكون دلتا، ويميل قاع البحر الى الهبوط، فبالتالي ايه؟ ويصبح مصبا عاديا. يبقى دي الكلمة اللي هنتكلم عنها، ان النهر عند التقائه مع بحر شديد يخلو من التيارات الشديدة تتكون دلتا. ودي زي ما احنا شايفينها شكلها تقريبا، هي على الكلمة الصح على حرف دلتا، لو على شكل مثلث، كلمة دلتا دي حرف لاتيني على شكل حرف دلتا، بيبقى شكل مثلث كده يا اسمح لي. ربنا يكرمك. نشوف برضه صورة دلتا نهر النيل كده برضه كده معايا عليها على اللاب كده بسرعة، نشوف كده معايا. طبعا ادي شكل دلتا نهر النيل بالشكل ده كده، كل دي رواسب كونها نهر النيل. بنأكد نهر النيل حاليا له فرعين، فرع رشيد وفرع دمياط، ولكن قديما كان ليه 7 فروع قديمة. طبعا وجود المثلث ده بالشكل ده كده، لاحظوا معايا رأس هذا المثلث تشير لمنابع النهر، وقاعدة الدلتا او المثلث ده تشير او تجاور المصب بتاعنا اللي هو البحر المتوسط بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، الصورة بالقمر الصناعي من اعلى ارتفاع كبير جدا. طبعا مستر هشام عايزين نأكد برضو مع حضرتك على رواسب مخروط الدلتا، والرواسب اللي بيطلق عليها احيانا رواسب الدلتا الشاطئية، عايزين نأكد عليها مع حضرتك كده ونعرفها ايه هي بالتدريج. طب الله يفتح عليك. بص يا استاذ محمد، احنا دلوقتي رسمين الدلتا، بيبقى هنا في رواسب اللي حضرتك قلت لي رواسب ايه الدلتا، ماشي اوكي. على فكره يا استاذ محمد بيني وبينك ده بحر، ميه بحر، فانا مش شايف اللي تحت الميه البحر ايه، بس هنا على فكره في رواسب ممتده كده، يعني الدلتا على فكره بتمتد كده، بنسميها رواسب مخروط الدلتا عشان كده. وانا هعمل لها مقطع دلوقتي كمان شويه، هعمل لها مقطع بالمنظر ده بس كمان شويه يا استاذ محمد، هاخد قطاع كده. المهم الرواسب دي يا استاذ محمد هنا دي بنقول رواسب دلتاويه، توجد في المنطقة الشاطئية، وهي تحتوي على معادن ذات قيمة اقتصادية أنا بسميها الرمال السوداء. يمكن تسمع أستاذ محمد كلمة السوداء دي عامة، كلمة لما بنقول كلمة السوداء الذهب الأسود مش عارف الأسود، مقصود بها حاجة ذات قيمة اقتصادية عالية قوي. فأنا عندنا الرمال السوداء دي معادن ذات قيمة اقتصادية تحتوي على ذهب، على ماس، على قصدير، على المينايت، ذهب وقصدير وماس والمينايت. طب هل رواسب الدلتا في مصر يا مستر هشام فيها هذه المعادن؟ لا يعني ما فيهاش المعادن ديت، او لما يستدل بيها او لما تستغل قوي، بس انا عندي رواسب
مهم قوي قوي في مصر بالنسبه لي. في مصر، في مصر اللي هي الرمال السوداء فيها اسم محمد، هكتبهم بس كده، معدن اسمه المونازايت وهنقوله دلوقتي، معدن اسمه الالمنايت، ومعدن اسمه الزيركون. المونازايت ده بيحتوي على اليورانيوم المشع، بيحتوي على اليورانيوم المشع، وطبعا يبقى ده قيمته اقتصاديه عاليه قوي قوي قوي، لانه بيستخدم ممكن ايه ك مصدر للطاقه النوويه. الله يفتح، مصدر للطاقه النوويه ناخدها في الباب الثاني ان شاء الله الرحمن بيئه. طب الالمنايت والزيركون دي تعتبر معادن تقنيه او كده. اولا الزيركون ده مصدر لعنصر اسمه الزيركانيوم، موجود عند ابنائي في الجدول الدوري. طب الالمنايت والزيركون دولت مهمين جدا 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 في صناعه الايه؟ السيراميك. يبقى ليهم قيمه اقتصاديه يا استاذ محمد، ده معدن مصدر لليورانيوم. يبقى لما يجي الحته دي مهمه قوي يا استاذ محمد جدا جدا جدا، تخلي بالك ان المونازايت ده مصدر معدن اليورانيوم المشع، والالمنايت والزيركون دولت مصدر لمعادن ايه؟ اللي بتستخدم في صناعه السيراميك، ودي مهمه قوي قوي. يبقى كده لما بنتكلم عن رواسب الدلتا الاقتصادية بنأكد على جزئية الرمال السوداء. شفنا مع بعض الرمال السوداء في بعض الدول في العالم فيها ذهب، ماس، المونايت، قصدير. أما في مصر شفنا عندنا المونازايت اللي هو اللي بيستخرج منه اليورانيوم المشع، والألمونايت والزيركون لصناعة السيراميكات. تمام التمام. ناخد بقى رواسب الدلتا الشاطئية مع جزئية مخروط الدلتا ونشوف التدرج في حجم الحبيبات بتاعتها مع حضرتك يا مستر هشام. طب عشان ابني بس يتخيل، انا ماشي من الدلتا كده يا محمد، ماشي 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 لغايه ما ادخل جوه البحر، فهرسم دوت على شكل قطاع، هرسم ده على شكل ايه؟ قطاع، ونشوف المنظر بتاع. ويا ريت لو لو القطاع عندك جاهز يبقى جميل قوي قوي قوي. طب نشوف القطاع ده كده مع حضرتك. لو جينا شفنا ابنائنا هنا، ادي شكل قطاع الدلتا معايا على اللاب. بصوا كده، ادي الجزئيه اللي قالها مستر هشام دي حضرتك اللي هي جزئيه سهل الدلتا. الله يفتح عليك. تمام. وبعد كده هنتقدم داخل البحر، يعني ده سطح البحر، كل الرواسب ديت موجوده تحت سطح البحر يا مستر هشام. تمام. الوقت هي التدرج بقى في حجم الحبيبات بنلاقي ايه جنب الشاطئ يا مستر؟ بص، هو دايما يا محمد الحاجه لما تيجي تترسب اللي بترسب الاول الاكبر، دي خدوها ابناء لازم ياخدوها قاعده في دماغهم، في الرياح، في الانهار، في السيول، في الفلفل، دايما اول حاجه بتترسب الحاجه الاكبر، فلاقي قرب الشاطئ شويه حصى ورمله. كويس، حصى ورمله، حصى ورمال جنب الشاطئ. هخش جوه للقاع هنلاقي فيه مين هنا؟ رواسب طينيه. ممكن اقول لك مثلا مجازا اشيل كلمه طين واقول لك غرين وصلصال. تمام، من حقي، واخد بالك؟ يبقى ايه؟ هيبقى حصى ثم رمال ثم غرين ثم صلصال. المهم هلاقي رواسب الطين عامه في ايه؟ في جوه في المخروط الدلتا. تمام. الطبقات اللي عندي هنا دي، الطبقات دي بتبقى طبقات مائله بالشكل ده كده، دي بنسميها بنطلق عليها اسم طبقات مخروط الدلتا. الله يفتح. ونأكد ان كل ده موجود تحت سطح البحر. الله يكرمك. نربط بالباب الرابع، كنا قايلين يا مصر هشام قبل كده ان جزئيه مخروط الدلتا دي تتقدم داخل البحر مسافه اكتر من 100 كيلو متر، 10 كيلو متر امام الدلتا اللي الله. موجوده عندنا في مصر. بص يا استاذ محمد، خليك الرسم بعد اذنك. دي يعني ممكن لما اجي اقول تعريف ليها اقول ايه؟ رواسب متدرجه ومصنفه مع العمق. بص، متدرجه ومصنفه مع العمق، يعني هي كاني عاملها اصناف. انت حضرتك في الاول خالص عامل لي صنف اسمه الحصى، صنف اسمه الرمله، صنف اسمه الغريب، يبقى مع العمق. يعني بص هنا العمق قليل قوي، جوه لما جيت عند الغريب والصلصال العمق بقى كبير قوي. يبقى رواسب متدرجه ومصنفه مع العمق، حيث الرواسب الحصى والرمال قرب الشاطئ، والرواسب الادق من الغرين والصلصال، الله يفتح عليك، في المياه الاعمق. ده اللي هو التعريف بتاع ايه؟ مخروط الدلتا. الله يكرمك يا استاذ محمد. نرجع بقى كده مع حضرتك مره تاني. كل حاجه في ربنا خلقها بيبقى ليها دوره في حياتها يا مستر هشام. فالانسان بنجد انه احيانا بيكون جنين داخل رحم امه، وبعد كده بيبقى مرحله طفوله، ثم مرحله مراهقه، ثم مرحله شباب ونضوج، وبعد كده مرحله شيخوخه او انتهاء العمر بعد كده. طبعا دي مراحل مر بيها الانسان. سؤالنا، هل النهر هذه المراحل؟ واحنا بنركز بقى في الجزئيه اللي جايه ديت عشان هنقدر نلم فيها الانهار كلها مره تاني مع مستر هشام، وركز في كل جزئيه من الجزئيات اللي جايه دي، ربنا يكرمك. طيب الله يكرمك. انا اقول بس مقدمه كده وحضرتك هتعرضها لي من عندك، هتبقى اجمل جميل قوي.
بص يا استاذ محمد، اي من نهر في الدنيا بيبدا بحاجه اسمها المنبع، وبينتهي بحاجه اسمها ايه؟ المصب. كويس؟ دايما دايما يا استاذ محمد المنبع ده بيبقى الانحدار فيه جامد قوي، فاكيد اكيد دي انا هسميها مرحله الشباب. مرحله الشباب ليه؟ قوي شاب سريع، فدايما ايه؟ لان الانحدار هنا جامد، فالميه هتبقى سريعه جدا، فالنهر هيبقى قوي جدا جدا جدا. هنا العمليه متوسطه شويه، فهسميها مرحله النضوج. النهر هيبقى واسع، هيبقى شويه بيرسب وشويه بينحت، يبقى العمليه متوسطه ما بين الاثنين. المصب ده بيبقى الانحدار بسيط قوي قوي قوي، فبيبقى بطيء قوي قوي، زي الشيخ ما بيمشي، زي الشيخ ما بيتحرك، فهسميه مرحله الشيخوخه. دي الثلاث مراحل يا استاذ محمد، عاوزها اشوفها مع حضرتك. بس المفهوم الاساسي عندي ان الشباب سريع التيار، الشيخوخه بطيء التيار، وتشوف بقى ايه التوابع اللي هتتبع ايه بسبب الحكايه ديت. اتفضل حضرتك. نشوفهم مرحله مرحله مع حضرتك كده، ونركز معايا في كل جزئيه من الجزئيات اللي جايه. تمام. نبتدي بالمرحله، وانت بتدرس المراحل اللي جايه بتاكد على شكل مجرى النهر هنا ايه، شكل الطاق بيبقى عامل ازاي، يا ترى ايه الظواهر الجيولوجيه اللي بتكسر في مجرى النهر دوت او بتتكون. تعالوا نبتدي كده مع بعض ابنائنا بمرحله الشباب. لما بنتكلم بنقول هنا شكل المجرى بيشتد فيها حفر الجداول والوديان والفروع، عشان كده النهر هنا بيبقى تياره سريع جدا، ما عندهوش انتظام في الانحدار بتاعه. تمام. لو جينا شفنا عندنا، لو عملنا قطاع في مجرى النهر ده بيبقى شكله ازاي يا مستر هشام؟ شكل سبعه ضيقه، على شكل سبعه ضيقه، ناخد بالنا. عايزين حضرتك تعمل لنا القطاعات ديت وهنمشي مع حضرتك عشان نقارنهم وهم جنب بعض. تمام. لو فرضنا ايه النهر ده كده، بص يا استاذ محمد، الشباب والنضوج والشيخوخه، انا هتخيل ان ايه الشط اليمين اهو، وده الشط الشمال. انا هاخد قطاع، فهشوف، عاوز اشوف قاع النهر من تحت ايه شكل. بص شفت عاملها ازاي. طيب تعالى هنا يا استاذ محمد، هنا بيبقى النهر متسع شويه. ايه الفرق؟ دي سبعه ودي سبعه، بس هنا ايه سبعه، بقول عليها سبعه ضيقه او في ضيقه، ضيقه لكنها عميقه، عميقة وضيقة. انما دي هنا بص متسعة واقل عمقا، واخد بالك لان بيكون فيها ترسيب. هنا هلاقي القطاع بتاعي، ودي من علامات من اهم النقط المقارنات اللي جلمة ايه؟ قطاع النهر على شكل في ضيقة، على شكل في متسعة. دي شكل ايه يا استاذ محمد؟ على شكل قوس. على شكل قوس. مهمة جدا جدا، الله يفتح عليك، كلمة قطاع النهر دي مهمة قوي قوي قوي. تمام. لو جينا شفنا برضو بنأكد ايه العمليات الجيولوجية السائدة في هذه المرحلة، بنأكد بيزداد فيها النحت جامد جدا ويقل معدل الترسيب. تمام. طب ايه الظواهر الجيولوجية؟ يبقى العملية نفسها في نحت كتير، خلاص في ترسيب قليل، لكن ايه الظواهر الجيولوجية اللي بتتكون هنا؟ في بحيرات، ولاحظوا قلت بحيرات فقط لا غير، في تكون مساقط مياه او شلالات بتتسع الاخاديد اللي في مجرى النهر وتصبح وديان بمرور الوقت. تحدث ايضا ظاهره بيطلق عليها اسم ظاهره اسر الانهار او القرصنه النهريه. هنقف مع حضرتك في جزئيه الاسر النهري او القرصنه النهريه دي، عايزين نوضحها برضو كده بالتفصيل. تمام. هقولها لك بس الاول كده بتمثيل كده بسيط قوي. هتخيل يا استاذ محمد ان انا الميه جايه من اتجاه الميه من عندي هنا، وجت في والنهر متفرع فرعين، بتفرع فرعين اهو. الميه لما تيجي تمشي هنا، ما دام الارض كده بالمنظر ده، هتدخل الميه هتدخل في الفرعين بالتساوي. افترض لسبب ما يا استاذ محمد، لاي سبب، ان الفرع ده في نحت اكتر، ممكن يكون بسبب نوع الصخور، ممكن يكون بسبب سرعه التيار، فالنحت بقى اكتر. ببص منسوب الميه هنا ايه؟ فيميل قاعه للهبوط، بقت ايه؟ دوت قاعه هابط، فمنسوب الميه بقى منخفض شويه، فالميه هتدخل في انهي فرع اكتر يا محمد؟ هتدخل في الفرع ده سواء منخفض منخفض، الله يفتح عليك، اللي هو في نحت اكتر، اللي هو الاكثر شبابا، الله يكرمك، فتدخل ميه هنا والميه اللي هنا يا استاذ محمد هتيجي ايه؟ هتصب هنا. وبقول ايه؟ عند تفاوت افرع النهر في النحت، فالفرز النحت الاقوى يصبح يميل قاعه الهبوط ويصبح مصبا للفرع الاخر ويأسره، كان ده اسير عند ده، فعشان كده سميته ظاهره اسر الانهار،
في عندك رسمه قرصنه النهر. طب فبص اسمه محمد، يعني كان ايه لو عندي نهر كده، ادي النهر جاي من هنا وفي فرعين اهو، اتفرع الفرعين، الميه تدخل هنا عادي جدا والميه تدخل هنا عادي، عادي جدا جدا مفيش مشكله بالتساوي. بس بص شويه وشويه، لو الفرع ده، الفرع ده كان النحت فيه اكتر اهو يا استاذ محمد، فبالتالي الميه، الميه دي الميه هتيجي ايه، كل الميه اللي هنا هتيجي هنا، والميه اللي هنا يا استاذ محمد هترجع هنا، لغايه ما في يوم من الايام يبقى ده النهر يبقى مساره كده وده يجف. هتقول لي ده ما نهر يا لا، كلمه نهر يعني يا استاذ محمد مجرى مائي، طب ده ما فيش ميه خلاص، اي يعني سميها حفره سميها اي حاجه، بس النهر يبقى كده بالمنظر ده. تفتكر كان نهر النيل كان 7 افرع بقى كام فرع حضرتك قلت لي؟ بقى 5 فرعين دلوقتي، واختفى كام فرع؟ 5 فروع نتيجه اثرت انهار بالمنظر ده. ربنا يبارك فيك يا استاذ محمد. لو جينا شفنا مرحله النضوج، المرحله الثانيه عندنا نراجعها برضو كده وناكد عليها مع ابنائنا. لو جينا شفنا بيقول لي هنا ايه شكل الوادي، هنا نبص بنلاقيه بيتسع جدا في الى اقصى مدى في هذه المرحله، شكل مقطع النهر زي ما مستر هشام قال من شويه في، بس في متسع. العمليات الجيولوجيه السائده هنا بيتساوى معدل النحت خلاص مع الترسيب، يعني بيبقى الاثنين تقريبا بيبقوا تقريبا قد بعض. لو جينا شفنا الظواهر الجيولوجيه المصاحبه للنهر هنا في المرحله دي، تكسر في هذه المرحله الالتواءات والتعرجات النهريه بتكسر في بدايتها كتير جدا وتكاد تختفي في نهايتها وتكسر البحيرات القوسيه. طب خلي بالك انت دلوقتي ما اعرفش تمام معايا، انت مره قلت لي البحيرات في الشباب ومره قلت لي ايه بحيرات قوسيه الله يكرمك او هلاليه موجوده في مرحله النضوج. الله يكرمك عشان تفكرني بس وانا ايه ما انساش. في المرحله دي اختفت خالص الشلالات او مساقط المياه من مجرى النهر في هذه المرحله. تمام. نرجع لمرحله الشيخوخه او الكهوله، شكل مجرى النهر بيقل، انحدار المجرى بكده بتقل سرعه سريان المياه خالص. شكل مقطع النهر قطاعه على شكل قوس، شكل قطاع على شكل قوس بالشكل ده كده زي ما اتفقنا مع مستر هشام، بيقل التقوس كلما اقتربنا من المصب. العمليات الجيولوجيه السائده هنا بتقل قدره النهر على النحت، بيزداد الترسيب في المنطقه ديت، بيقول فيها مجرى النهر الى السهل المنبسط. السهل المنبسط هنا اللي هو الارض المستويه اللي موجوده على جانبي النهر، بنطلق هنا على النهر اسم النهر الكهل او النهر الشيخ. الظواهر الجيولوجيه المصاحبه للنهر الكهل ممكن يرسب دلتاوات طبعا لو توفر شرط تكوين الدلتا. ايه شرط تكوين الدلتا مره تاني؟ ان المصب بيخلو من التيارات المائيه الشديده، فالرواسب تتراكم على بعضها البعض وتبتدي تكون الدلتا. تمام الله يكرمك. في مرحلة مصر شامة رابعة بتظهر أحيانا لبعض الأنهار وكنا بنتكلم عنها من شوية. متى يجدد النهر من شبابه أو متى يصبح النهر متصابي؟ الله يكرمك. بص يا محمد، أنا عندي قطاع النهر، خلي بالك إحنا بنقول يتصابى، يبقى أكيد اللي بيتصابى أو بيحاول يتصابى اللي هو الراجل الكبير، الراجل الشاب الصغير ما هو صبي، المقدام مثلا اللي هو السن مثلا اللي هو المتوسط هو يعني برضه شباب يعني في قوه شويه، انما مين اللي هيحاول يجدد؟ اللي هو الشيخ هو اللي هيحاول يجدد. لو عندي مجرى احنا الشيخوخه هي محمد قطعها بالمنظر ده قلنا على شكل قوس، افرض اذا اعترض مجرى النهر عائق من طفح بركاني، الجزء ده بقى فيه طفح بركاني او حركات ارضيه رافعه، كان هنا في فالق وطلع لاعلى. احنا خلي بالك بص، وسع النهر يا محمد كان كده، لما المايه كانت جايه من هنا من عندي وجايه على القطاع ده، فلما تيجي عند الحته دي بقت الحته ضيقه، فاذا اعترض مجرى النهر عائق من طفح بركاني هيحصل اول حاجه ايه؟ تزداد سرعه التيار، بدل التيار القطره هتزيد السرعه على طول، يمكن ده قانون من قوانين الفيزياء. الله يفتح عليك، جزاك الله خير يا محمد. تزداد سرعه التيار، فبالتالي طالما هو كان بطيء فبيرسب، طب دلوقتي بقى سريع فيعمل ايه؟ وينحت. معلش يا محمد هسالك سؤال، انا عندي 1 وعندي 2 وعندي 3، ينحت في اني جانب اكتر من التاني؟ اكتر نحت هنا هيبقى في القاع اكتر،
الله. فعندي هنا اتنين هيبقى اكتر. بص هقول ايه، وينحت ما رسبه من قبل. ليه؟ الجزء ده اصلا متكون من رواسب، كان فيه هنا طين و حاجات رواسب، هنا ده صخره، دي صخره قويه جدا جدا. بص يا محمد بقى هيبقى المنظر شكله ايه، شكله جميل جدا جدا جدا. ايه ده القطاع بقى شكل ايه يا محمد؟ شكل سبعة. لو انا شلت البتاع ده والجزء الاسود ده بقى النهر، بقى بص على شكل ايه، سبعة، ليعيد شبابه، او بسميها مرحلة التصابي او اعادة الشباب. طيب معلش هسألك، معلش خد بالك من اللون الاحمر بس اللي هرسمه، هيجي تاني هيرجع تاني يبقى شيخ تاني اهو قوس، وهيجي ايه، هيجي ينحت تاني وينحت هنا. بص يا محمد بقى خد بالك من ايه، القلم الاحمر اللي انا هرسمه، انا عامل ايه يا محمد؟ شرفة نهرية اللي احنا كنا قايلين عليها، الشرفة الدرجة اللي فوق شرفة، وبعد كده درجة تانية شرفة، الله يفتح عليك، وشرفة شرفة، الله يفتح عليك. بص شرفة شرفة شرفة، وادي النهر اهو بالمنظر ده. فبنقول ايه التصابي ده، يبقى كلمة الشرفات النهرية بتتكون بسبب حاجتين، يا اما اعادة الشباب او مرحلة التصابي، او بسبب الله يفتح عليك لما قلت لي ايه، اختلاف منسوب المياه اثناء الفيضان. فلو جبت لك الرسمه مرسومه السبب ايا كان، اذكر لك انا في الاختيار متعدد، اسال اختار لك ايه واحده، يبقى ايه، يبقى انا عارف بالظبط ايه السبب. الله كده كده بنأكد النهر المتصابي. لو شفنا قطاع في مجرى نهر متصابي بيكون ظهرت على جانبيه غالبا الشرفات النهريه في قطاع مجرى النهر ده، يبقى لو جاب لي نهر في جوانبه شرفات نهرية بنقول هذا النهر على طول نهر مجدد لشبابه أو نهر متصابي. كده أكدنا على المراحل اللي بيمر بيها مجرى النهر، مرحلة شباب، مرحلة نضوج، مرحلة شيخوخة، وأحيانا يوجد تصابي. سؤال يا مستر هشام الوقت، هل ينفع المراحل دي كلها تبقى في مجرى واحد ولا احتمالاتها إيه بالظبط؟ بص يا محمد، في أنهار بيبقى فيها ثلاث مراحل موجودة فيها، وفي بعض انهار بيبقى شاب بس، ناضج بس، او شيخ بس، بس ايه عامه في كده وفي كده المراحل ديت. تمام، ربنا يكرمك. طبعا ربنا يكرمك، الانهار كده كده تمام. تمام امورني. اتفضل. عايزين بس نشوف الصوره دي برضو مع حضرتك، ناكد على القطاعات مره تاني. في معانا الثلاث قطاعات بتاعت الثلاث مجاري النهريه المختلفه. طبعا واضح جدا نهر الف ده مصر هشام في مرحله شباب، مرحلة شباب. طب واحنا بنبص بقى مصر هشام، يعني واحنا بنركز في حاجة زي كده، ببص لأني جزئية بالشكل كده عشان اقدر احكم على النهر ده في اني مرحلة. بص اسمع، انا بص هنا لمجرى النهر ده من فوق، ماليش دعوة بيه، يعني مش دي القضية قوي قوي عندي. عندي شوف شوف عندي كلمة حرف قالب دوت، انا قدامها كلمة سبعة، واخد بالك ازاي؟ كلمة قطاع النهر دي أهم جملة عندي في الجمل اللي هي بتاعت إيه؟ اللي تميز نهر عن نهر. تميز نهر عن نهر، اللي هو إيه؟ كلمة سبعة ضيقة، سبعة متسعة، ديت شكل إيه؟ قوس، باينة جدا جدا جدا. بغض النظر عن الحاجات اللي فوق شوية، بس خلي الأول عيني على ال- 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 القطاع اللي تحت، وبين بعد كده حاجات تانية ممكن تساعدني، اللي هو إذا كان في التواءات، في ما أعرفش إيه، ما يدل على حادثة تانية تكون موجودة، سهل منبسط. واخد بالك؟ هتساعدني في الموضوع، بس أول حاجة عينيا تقع عليها إيه؟ القطاع. أول حاجة تقع عليها القطاع، ربنا يكرمك. كده مستر هشام خلصنا مع حضرتك الأنهار، ووضحنا إن ليها عمل هدمي وعمل بنائي، ودرسنا أمثلة العمل الهدمي إيه، ومرينا كمان على العمل البنائي، وحسينا باللي بيحصل عند منابع النهر وعند مجرى النهر الرئيسي، وفي نفس الوقت قرب مصب النهر، ممكن إيه الظواهر الجيولوجية اللي ممكن تتكون. نسيب الأنهار ونبتدي مع حضرتك جزئية أخرى، موضوع جديد، المياه الأرضية، بسرعة في الوقت المتبقي من حلقتنا النهاردة. الله يكرمك. ممكن نبدأ حتى العوامل اللي بتحكم فيها حركة المياه الأرضية. عامة المياه الأرضية اللي هي الإيه؟ المياه اللي بتتسرب من المسام لغاية ما توصل على طبقات الأرض. دي بمنتهى البساطة هي المياه الأرضية، واتكلمنا عنها قبل كده في الأمطار. فالمياه الأرضية أدي مثلا لو عندي طبقات الأرض كده يا محمد، في من ضمن الطبقات، واخد بالك؟ عامة المياه الأرضية اللي هي المية اللي بتتسرب من المسام والشقوق لغاية ما توصل لطبقة الماء وتتجمع في طبقة الماء. المية دي يا محمد دائمة الحركة، دائمة الحركة. ممكن المية تتحرك بسبب إيه؟ أول حاجة اختلاف نوع الصخور، يعني لو عندي جير وعندي رملة هتمشي في مين أكتر؟ طبعا في الرملة،
واخبار. حاجه تانية ده نوع الصخور. ممكن نقول ايه حاجه تانية، الميل العام للطبقات، في عندي طبقات زي كده يا استاذ محمد بالمنظر ده والميه بتمشي فيها، واخبار. انا هسالك سؤال بس عشان بعض ابناء الطلبه كانوا بيسالوني، ادي الف وب، هل الميه تمشي من الف لب ولا من ب لالف؟ واخبار. في الحاله دي يا استاذ محمد هتمشي من ب لالف لو ابنائي يفتكروا قانون بتاع اسمه وزن، هو في قانون الجاذبيه، احنا انا مش ميه سطحيه، لو على السطح هتمشي من الف لب حسب الجاذبيه. بس هنا يا جماعه خلي بالكم ما تنسوش ان هنا في وزن الطبقات ايه ووزن الطبقات ايه، فهتمشي من الضغط العالي للضغط الايه المنخفض. عشان كده دايما بلاقي السوائل او المياه في قمه الطيات، لان ده بعتبر ده جناح طيه. برضه في حاجه اسمها المسميه، لو تقولها لي بقى حضرتك المسميه والنفاذيه. لو احنا شفنا عندنا من العامل اللي بتؤدي الى حركه المياه الارضيه مساميه الصخور وقدرتها على النفاذيه، فلما بقول مساميه دي نسبه مئويه ما بين الفراغات المسام الشقوق اللي موجوده في الصخر الى حبيبات الصخر نفسه. شوف كده معايا، عندي فراغات مسام شقوق الى مين مره تاني؟ الحبيبات اللي موجوده داخل الصخر. لو جينا شفنا لازم مع المساميه لازم يبقى في نفاذيه. يعني ايه نفاذيه؟ قدرة الصخر على انفاذ او امرار الماء والسوائل خلاله. طبعا الاتنين مقترنين مع بعض. ليه؟ انا ما تنساش عند البيومس اخدنا فيه فراغات كتيرة، لكن في مسام اهو، لكن الفراغات والمسام دي مش متصلة مع بعض، عشان كده صخر لديه مسامية ولكن ليس له القدرة على النفاذية، فلازم الاتنين يبقوا مقترنين مع بعض. من العوامل الاخرى مصر الشيم التراكيب الجيولوجيه طبعا. ايضا تساعد على حركه المياه الارضيه. حضرتك لسه قايل دلوقتي ممكن الطيات، ممكن الفوالق، ممكن حاجه زي مثلا الفواصل، ممكن العروق والجدد برضه يكون ليهم دور في هذه الحركه. فاكر حضرتك لما قلت لي في الباب الاول قلت لي ان ايه تصاعد مياه ونافورات ساخنه عبر خلال الفوالق، يعني معنى ذلك الفوالق ممكن تطلع المياه الارضيه من القاع للسطح او بتسبب ايه حركتها من طبقه لطبقه. الله يفتح عليك. طبعا بما اننا برضو كده قلنا الفوالق ممكن تساعد على صعود المياه لسطح الارض، ففي عوامل تانية ممكن تطلع المياه الارضيه لسطح الارض. زي ايه كمان يا مستر هشام؟ جذور النباتات ممكن بتطلع الميه. في كلمه اسمها محمد خاصيه الشعريه، معلش هقولها بسرعه، معلش بعد اذنك. عندي هوا يا جماعه كنا خدناها في الاوان المستطرقه، لو عندي انبوبه ميه فيها ميه كده بالميه كده، المهم لو انبوبه رفيعه الميه تطلع فيها عالي، لو انبوبه متوسطه تطلع شويه وبتاع، فدي بنقول عليها بالخاصيه الشعريه. طيب نشوف اسئله لقائنا القادم يا مستر هشام عشان برضو ناكد عليها كده مع حضرتك. ادي اول سؤال مع بعض نجيبهم بسرعه. تمام. السؤال الاولاني اهوت، السؤال الثاني، السؤال الثالث، السؤال الرابع، اخر سؤال. بنشكر حضرتك يا مستر هشام كتير في اخر لقائنا اليوم، الوقت عدى مع حضرتك بسرعه. ربنا يكرمنا ويكرمكم جميعا، واشكر الجميع على مجهودهم العظيم دوت جميعا. بنشكر كل فريق الاعداد، بنشكركم ابنائنا بناتنا الطلاب على متابعتكم، وشرفنا متابعتكم معانا في اي وقت. نراكم دائما على كل خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام.